السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم يا أعزائي. سأعرض لكم اليوم فيلما جديدا، حيث تستقبل الجملة الإسمية ضيوفا جددا في ملعبها. فهل ستصمد أمامهم وتتغلب عليهم، أم أنها ستتقهقر؟ شد الأحزمة، متابعة شيقة. هيا إذن لنتعرف على الفريق المنافس، فريقي إنا وأخواتها. اللاعب الأول إنا، اللاعب الثاني أنا، اللاعب الثالث كأنا، اللاعب الرابع ليتا، اللاعب الخامس لعل، اللاعب السادس لكن. متابعة شيق. ستلعب الجملة الإسمية باللون الأسود، بينما إن وأخواتها سيرتدون اللون الأحمر. لنقرأ العبارة التالية: الشارع نظيف. لاحظوا إذا دخلت عليه إن ماذا يحدث. تغيرت حركة الأول، فصارت الجملة: إن الشارع نظيف. إن حرف نصب وتوكيد، الشارع اسم، إن منصوب، نظيف خبر، إن مرفوع. تسمى إن وأخواتها حروفا ناسخة لأنها تنسخ، أي تغير شكل المبتدأ. العمل نافع. لاحظوا حين دخلت عليه أن، أدركت أن العمل نافع. قامت بنصب الاسم الأول. أن حرف توكيد ونصب، العمل اسم، أن منصوب، نافع خبر، أن مرفوع. أن هي كذلك من الحروف الناسخة. عامل النظافة طبيب. هنا شبهنا عامل النظافة بالطبيب، فنستعمل اللفظ كأن. لاحظوا الجملة الإسمية إذا دخل عليها كأن، كأن عامل النظافة طبيب. قامت بنصب الأول، فصار عامل. كأن حرف تشبيه ونصب، عامل اسم، كأن منصوب، طبيب خبر، كأن مرفوع. كل الناس متحضرون. ندخل عليها ليت، تصير ليت كل الناس متحضرون. ليت حرف تمن ونصب، كل اسم، ليت منصوب، متحضرون خبر، ليت مرفوع. ليت هو حرف ناسخ كذلك. الشاحنة معطلة. ندخل عليها لفظة لعل، تصير لعل الشاحنة معطلة. إذن لعل نسخت الاسم الأول فصار منصوبا، وسمي اسم لعل منصوب. معطلة خبر لعل مرفوع. لعل حرف ترج ونصب، وهو كذلك من الحروف الناسخة. البرد شديد. ندخل عليه عبارة لكن، ولتكتمل الجملة نقول: الشمس ساطعة لكن البرد شديد. لكن نسخ المبتدأ فصار اسم لكن وصار منصوبا، الشمس ساطعة لكن البرد شديد. لكن حرف استدراك ونصب، البرد اسم، لكن منصوب، شديد خبر، لكن مرفوع. أتذكر أخوات إن، إن، أن، كأن، ليت، لعل، لكن. إن وأن حرف توكيد ونصب، كأن حرف تشبيه ونصب، ليت حرف تمن ونصب، لعل حرف ترج ونصب، لكن حرف استدراك ونصب.
تدخل إن أو إحدى أخواتها على الجملة الإسمية، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وتترك الخبر مرفوعا ويسمى خبرها. نموذج للإعراب: كأن المدرسة أم، كأن حرف تشبيه ونصب، المدرسة اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أم خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إن المسلمين شرفاء، إن حرف توكيد ونصب، المسلمين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، شرفاء خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أخوات إن كلها تسمى حروفا ناسخة، أو نسميها الحروف المشبهة بالأفعال. انتهى درس اليوم. إذا أعجبك هذا الفيديو ادعمنا بإعجاب، اشترك في قناتنا، شغل زر الجرس ليصلك كل جديد، شارك فيديوهاتنا مع زملائك لنستمر في تقديم المزيد ولتعم الفائدة. في الأخير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.